مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. في هذه اللحظات وقفه احتجاجيه من طرف مستخدمين بشركه نقل الزا بسبب عدم التوصل معفو من مستحقاتهم الشهريه. كيف ما كتشاهدوا معنا الناس اليوم محتجين بسبب هذا الشيء، لانه مازال ما توصلوا بالمستحقات ديالهم الشهريه، وهذا الشيء يعني حشومه. فاليوم السيد غيهضر لنا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم. قولي يا خويا شنو سبب هذه الوقفه هذه؟ كما لاحظ المواطن البيضاوي اننا كسائقين كنحملوا هذه الشاره الحمراء، وهي دليل كمل السي على انه هذا السائق. قولي فين وقع؟ كمل السي، قولي بعد الاسم والصفه. صارين باش كيحسبوا لي الصالير ديالهم ما مساويينش، وهذا كيخلق واحد انه نفس الصائغ كيدير نفس العمل، كل واحد كياخذ اجر بشكل هنا بانوا معاه هنا. يلا ديالنا كاين الصائغ عليه ضغوطات كثيره، ضغوطات كثيره بحكم الاشغال اللي كاينين، بحكم قله الاسطول اللي شد الكادر ديالي كمل الصلاه. قليله زيد الضغط اللي كيعيشوا هذا الصائغ، انه في النهار كيخدم تقريبا 10 السوايع، يلاه كيتخلص في 8، زاد العقوبات اللي كتمارس عليه، كل شيء هذا هو اللي خلى هاد الصائغين اللي كتشوفوا فيهم كيحتجوا بواحد الشكل سلمي، لان حنا عارفين هذا القطاع هذا قطاع حساس، ما بغيناش نضروا مصالح البيضاويين، بغينا حنا النقل هذا يتظاهر اكثر من هكا يكون في احسن صور. ولكن كنصطدموا ان المسؤولين ديالنا ماعرفتش نقول لك انه ما باغينش يزيدوا لنا القدام، باغيين يحيدوا هاد الدراري، وباقي نفس المعاناه ديالنا معاهم، ولا حاسب ولا راقب، يعني ما عندناش شي هيئه اللي غتنصف هاد الصائغ. ها هما كيخدموا 8 السوايع زائد الضغط اللي عندهم زائد الامراض المزمنه اللي تصابوا بها اغلب الصائغين ديالهم، لي فاريز الاعصاب الاشياء كامله ما كناخذوش بالعين الاعتبار ومع ذلك احنا باقيين كنشوفوا التعسفات كتمارس عليهم من الفصل، يعني وانه الا وقعت الحادثه انه كيقدر يوصل لقطاع 1500 درهم من الصالير ديالو، على اساس انه خاصو يجيب بوليس ما مقيوس ما حتى شي حاجه، وكل هذا الشيء هذا ومع ذلك احنا كنشوفوا ان هذا السائق هذا خاصو يدير ليه تمثال في المدينه ديالو، لان هاد الضغوطات كاملين وهذا ومع ذلك كان على قد التحدي وباقي مستمر بهذا القطاع هذا، واللي مرض مسكين وراه يتحمل العوقه ديال هذه المرحله، وحنايا حنا صابرين وكنتمناو من هاد المسؤولين يحلوا لنا باب ديال وما نخرجوش من الاشكال ديال الاحتجاج بطريقه اخرى. وشكرا. تويستر مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مازال مواصلين معكم هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا وقفة احتجاجية. السلام عليكم سيدي. قولي يا خويا شنو واقع هنا؟ أنا على الصفة ديالكم، الصفة ديالكم المسألة اللي كتثير الانتباه ديالي أنايا كصائغ مركز المعارف، وهي قانون الشغل كاين 8 ساعات، يعني مثلا إلى دينا في العشية مثلا من الجوج، يعني نهاية العمل هو 10 ديال العشية، 8 ساعات مثلا ملي كنديبار الرحلة الأخيرة من نقطة أ إلى نقطة ب، كتم مثلا من 9 العشية كنديرو الديبار، يعني بداية الرحلة، نهاية الرحلة مثلا في نقطة ب كتكون مع 10، هذيك المسافة ديال ملي كندير نهاية العمل هذيك الساعة تقريبا اللي كتضرب ديال الطريق من تسوق، مع العلم أن إلى
درتي شي حادثه في الطريق ولا هذا هذا محسوب عليك ديك الساعه محسوبه لينا يعني كتمشي لينا من رزقنا وكنتمنى من الله ومن المسؤولين انهم يديروا لنا هذه الساعه ديالنا اللي من حقنا يعني تكون هذه الساعه تكون اضافيه حتى يعني حتى الخمسان من المرآة حتى في الحافله بامان المرآة تحياتي لكم. شكرا لك.